معالي المستشار، يمكن لما انا شخصيا كانت ملاحظتي يوم الجلسه الافتتاحيه انه الحضور مبهر، مش بس من حيث العدد ولكن من حيث الالوان السياسيه من اقصى اطراف المعارضه موجودين داخل الحوار، لدرجه ان انا فكرت مع بعض الاصدقاء والرفاق القدام انه لا مش ممكن، حتى فلان حتى علان حتى كذا موجودين. السؤال يا معالي المستشار، يعني وليه حرصنا كل هذا الحرص على تجميع كل ألوان الطيف السياسي المصري مهما كان حجم معارضته؟ دي مجموعة 30/6، ده الشعب المصري، دي لحمة 30/6 بتعود مرة أخرى، دي تلبية دعوة السيد الرئيس الذي تكلم عن حوار وطني شامل وجامع. احنا لما بنتكلم هذا ليس حوارا فئويا، هو حوار وطني. حوار وطني يعني يجمع يمين السلطة ويسار السلطة، يجمع التنظيمات النقابية، الشخصيات العامة، القيادات المحلية، الشباب، المرأة، كل الناس. يعني عندما يطلق السيد الرئيس دعوة بهذا الشمول وهذا العموم، فأتصور أن النتيجة المنطقية والطبيعية أن احنا نشوف هذا المنظر. طيب انطلاقا من شغلانتي يعني او مهنتي، دايما تعلمنا انه لما بنروح مثلا نشتغل في مكان ما، جورنال ما، قناه ما، بنسال السقف بتاعنا فين. فهنا اسمح لي اسال معالي المستشار محمود فوزي، سقف الحوار فين يا فندم؟ سقفنا احترام الدستور، سقفنا احترام مؤسسات الدوله، سقفنا احترام الامن القومي المصري، سقفنا السياسه الخارجيه المصريه. ما عدا ذلك فالمتحاورون مدعوون للنقاش بمفتاح وتقبل للرأي والرأي الآخر، طالما احنا راعينا هذه الأسقف التي لا أتصور أنه يختلف عليها أحد.